شيك فام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه اشقال انتبه اشقال انتبه واشقال. مش نحكي لكم على الفنان سوري قصي خولي. هو فنان ممثل من الصف الاول، ديما مسلسلاته يتنافس مع كبار الممثلين في العالم العربي، خاصه في رمضان مع باسل خياط و برشا فنانين في العالم العربي حاصلوا. قصي خولي دخلت بعدي هنا سيي البارح الخبر اللي هبط من قصي خولي من مرض قصي خولي ومن الحكايه هذه الكل اللي البارح كترى في المقالات في المجلات في العالم العربي كما سيدتي روتانا النهار، كلهم يحكيوا على قصة قصي خولي ومرته التونسية اللي البارح هبطت فيديو على الكونت انستغرام تاعها وقالت انا راني كنت معرسة بقصي خولي، وهي تنتقد في علاقته بها ومع ولدهم اللي قالت هملنا. وخلينا نسمعه. تعرفت على قصي 2014 عن طريق شغلي، وكل زملائي تو يشوفوا الفيديو هذايا ويعرفوا الحقيقة. طول حياتي نشتغل في شركة محترمة وشركة كبيرة، وأنا إنسانة محترمة نفسي. اللي بشو نقوله الكلام هذايا، أنا فرجت في آخر برنامج عمله قصي اللي يتكلم فيه اللي هو الأب المثالي واللي هو الحمام ابنه مرتين بالنهار. يعني أنا ملومش عليه على خاطره، هو إنسان ممثل، يعني حياته وشغله ممثل، يعني فعادي جدا إنه يكذب أو مش يكذب، يعني يمثل دور الأب عنده هو تمثيلية. سنة كاملة وأنتم تحكوا على ابني وأنا ساكتة وما حكيتش، حسبي الله ونعم الوكيل. قصي أكيد باش تشوفوا أنت الميساج هدايا، أنت تعرف اللي أنت ماكش أب مثالي، أنت تعرف اللي عملته فيا أنا فيك والقهر والظلم اللي حطيتنا فيه. اسمها مديحة الحمداني، وزادة كانت هددته على خاطر هو تعدى في برنامج وحكى على ولده وقال علاقتي بها باهية، هددته خاطر نهار لحد هذايا عنده باساج في برنامج اسمه دبي كروز في قناة دبي وباش يحكي فيه. قالت شفت البرومو، إذا كان باش تحكي على ولدي وتقول لك أنت علاقتك بها باهية، أنا نمشي نتكلم ونكشف حاجات أخرين. والحمد لله there is social media. I can talk. I have been silent for so long. Now it's my time. It's my turn to defend myself and to defend my son. I have been through hell. Every day I'm going through hell. فتوى دوري مش نتفرج في يوم من الأحد إذا كان نلقاك يا قصي تكذب مثل عادتك وتحكي علي وعلى ابنك، أنا بش نهبط على لايف وبش نحكي وبش نهبط فيديوز بويس نوتس بش نحكي أنت شنو عملت فينا وكيفاش خليتنا وش كيفاش بش نحكي كل شيء. هو الاكستري اللي استفزها كانت عدى نهار لحد اللي تعدى نهار لحد اللي فات في برنامج غدا اجمل على قناه ام بي سي، وغادي يحكي فيه على ولده اللي سماه على اسم بوه. هو قال بوه اسمه عميد، وهو من الصغير يقولوا له ابو العميد، ما هما عندهم في سوريا يتبربجوا ابو حاجه. دونك هو سمى ولده وقت جاي سماه عميد. هو دائما بيقول بابا 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 دائما مؤخرا صار يقول ماما. نحكي على ولده كيفاش يحمم فيه في البرنامج الكل. الحاجه اللي لفتت انتباه التوانسه زيد انه البرومو اللي هبطت نتاع برنامج فكره سامي الفهري واللي قدمه هي ديزاين في قناه الحوار التونسي كان استضاف الفنانه امال علام، وغادي اكتشفنا انه امال علام عندها علاقه بقصي خولي. انت جي حمات قصي الخولي، بنتك واخذه قصي الخولي، ابن قصي الخولي هو حفيدك، نعم ام لا؟ نعم نعم. حليت لغز اللي قنوات التلفزية العربية والأجنبية الكل تلوش فيه، انت عطيتهم له على طبق من الفضة. على خاطر في نظر الناس ما يعرفوش اللي هو كان معرس اصلا قصي خولي، طلع معرس وعنده وليد ومن عام 2014 بالبنيه التونسيه اللي اسمها حميده الحمداني، والبارح الفيديو نتاعها عملت ملايين ليفيو على انستغرام وخبطت في برشا مواقع اخرين في يوتيوب وفي فيسبوك ذاتها. شكرا هاجر، كانت هذه انت باشقال.